الإخوة قال قبل أيام معدودة جمعت زوجتي وأولادي وبناتي وأقمت احتفال عائلي مصغر. كلفت حقيقة شلون توجه حلو، شلون توجه جيد. قلت لهذه البنت الصغيرة أنت احفظي حديث عن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وألقي هذا الحديث. قلت لابني مثلا، أنا أمثل، أنه احفظ قصة عن فاطمة الزهراء، بكرة مثلا عندنا احتفال بالليل ألقي هذه القصة في الاحتفال. زينا البيت، غيرنا البيت، وبعد ذلك جاءت الطفلة وألقت حديث حول فاطمة الزهراء. الطفلة اللي عمرها 4 سنوات عندما تحفظ حديث عن سيدتها ومولاتها فاطمة الزهراء وتقف أمام أبيها وأمها وإخوانها وأخواتها وتلقي هذا الحديث، تعلم هذا أي شيء من الخير يولد في نفس هذه الطفلة؟ من الآن قدوتها تكون فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فأجت البنت وألقت الحديث مثلا، قالت فاطمة صلوات الله عليها مثلا: خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. ثم جاء الطفل مثلا وألقى قصة عن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. ثم أعطيناهم جوائز. هذا مو ممكن، هذا مو من مصادق حب أهل البيت، هذا مو من مصادق إلا المودة في القربة. واحد يقيم احتفالا خاصا في بيته لأولاده وبناته، كم له من الأثر في نفسية الطفل، وكم له من الجذور والآثار المستقبلية. الحقيقة هذه الأشياء مؤثرة، هذه الكلمات مؤثرة. ينبغي أن يهتم الآباء حفظهم الله بأولادهم وبناتهم، الأمهات ينبغي أن يهتموا بأولادهم وبناتهم. ما يتمكن واحد يقول أنا ما يخصني بعائلتي. لا يتمكن المؤمن أن يوكل عائلته إلى الأجواء حتى تربيهم هذه الأجواء. في هذه الأجواء الموبوءة، في هذه الأجواء المشحونة بالانحراف الفكري والأخلاقي، كل ما يحيط بهذه العائلة، كل ما يحيط بهؤلاء الأولاد يدفعهم إلى الابتعاد عن الله. الراديو يبعثهم إلى الابتعاد عن الله، التلفزيون يبعثهم إلى الابتعاد عن الله، الصحف تبعثهم على الابتعاد عن الله، المدرسة تبعثهم على الابتعاد عن الله، الأصدقاء يبعثونهم على الابتعاد عن الله. ما يتمكن واحد يوكل أمر هذا الطفل إلى هذه الأجواء لينمو كما ينمو العشب. وإنما المؤمن مكلف في الدائرة الثانية بعد ذاته، مكلف بأولاده ومكلف بزوجته. شلون واحد يهتم بأكلهم وشربهم؟ إحنا عندما الصبح عندما نطلع، العمال عندما يطلعون، التجار عندما يطلعون من الصباح إلى الليل يعمل لماذا؟ لحياة مادية لنفسه وأولاده. هذا عمل مشروع، هذا الجهاد في سبيل الله. الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. ولكن هذا جزء القضية والجزء الأدنى من القضية. الحياة المادية يعني دا يأمن حياتهم 80 عام 70 عام، أما حياتهم الأبدية، حياتهم الأخروية، الحياة الحقيقية لا تحتاج إلى تفكير، لا تحتاج إلى توجه، لا تحتاج إلى إرشاد وإلى توجيه وإلى عناية وإلى رعاية. هذا مو صحيح، هذا مو وارد من الناحية الشرعية، هذا مو مقبول من الناحية الشرعية. أول شيء بعد الذات أن الإنسان يتوجه إلى ولده وإلى بنته وإلى زوجته.
ويحاول أن يوفر لهم أجواء الإيمان. الإنسان عندما يذهب إلى المسجد يجيب أولاده وياه، الأولاد الذين لا يؤذون. عندما يأتي إلى الحسينية يجيب أولاده وياه، وإن كانوا صغارا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان الأطفال يأتون، ليش كانوا يأتون؟ هذا قطعا مما يرضي الله ويرضي رسول الله ويرضي الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم.